السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم درس قصير وممتع، وهو درس بعنوان إسماء الزمان والمكان. نبدأ أولا من التعريف. إسماء الزمان والمكان اسمان مشتقان يأتيان على صيغة مفعل أو مفعل من الثلاثي، ومن غير الثلاثي سوف نأتي إليه بعد ذلك، ويدلان على زمان الحدث أو مكانه. نأتي إلى طريقة الصياغة. قلنا بأن اسم الزمان أو المكان يصاغ من الثلاثي على وزن مفعل، في الغالب على وزن مفعل، على وزن مفعل مثل مكتب، من كتب مكتب، لعب ملعب، سبح مسبح، ركض مركض، وطعم مطعم. ولا يكون على وزن مفعل إلا في حالين أو في حالتين. الأولى إذا كان معتل الأول، معتل الفاء، يعني يبدأ بحرف الواو في الغالب، مثل وعد موعد، وقف موقف، ورد مورد، على وزن مفعل. الحالة الثانية إذا كان مكسور العين في المضارع، يعني ماذا؟ مثلا نقول نزل ينزل، فعل يفعل، نزل ينزل، هذه العين مكسورة، يفعل، نزل ينزل، فيكون اسم الزمان أو المكان على وزن مفعل، منزل. مثلا عرض يعرض معرض، ضرب يضرب مضرب. أما من غير الثلاثي فيصاغ على طريقة اسم المفعول التي درسناها في الفصل الدراسي الأول. نحضر منه المضارع المبني للمجهول، ونأخذ حرف المضارعة ونبدله بميم مضمومة، ونفتح ما قبل الآخر. مثلا انصرف ينصرف، اسم الزمان أو المكان منصرف، افتتح يفتتح مفتتح، انتظر ينتظر منتظر. كيف أفرق بينه وبين اسم المفعول؟ من خلال سياق الكلام. إذا كان يدل على زمان الحدث أو مكانه هذا اسم، يعني اسم زمان أو مكان، وإذا كان يدل على شيء وقع عليه فعل الفاعل فهذا هو اسم المفعول. شكرا جزيلا لكم للاستماع.